هذا الروبوت اللي بنرسله للماضي عشان يشوف وش قصة الكارثة اللي صارت بالأرض. في خطأ، الروبوت بيروح لتاريخ غلط. ترى ما قلت لي اسمك. أنا الروبوت HR1S. بالضبط، أنت حريص. بما أني بسكن معكم فترة، قمت بمسح سريع المكان وشفت مجموعة مشاكل لازم نصلحها الآن. الموية بتنكب على الأرض وتضيع. وين رايح؟ لازم أعلمه على الطريق الصح وأخليه يوقف هدر الموية. فارس، هديل، حريس، أهلاً فيكم في معملي. أنا ماني لعبة. وش هذه اللعبة يا بابا؟ هذه لعبة تعليمية وعندي أغاني أطفال. هذه القطعة هي سبب العطل اللي فيك. هذه هي قطعة الإرسال اللي تخليني متواصل مع مركز أبحاث المياه اللي في المستقبل، وبعدها تقدر ترجع لمهمتك. لكن الحين إنجاز المهمة بيوقف بسببي. لا تشيل هم، حنا بنكمل مهمتك. لا لا لا، بتكمل معنا وأبيك تجي معي المدرسة في حصة النشاط. ليه؟ أبي أعرفك على أصدقائي. ممتاز، هذا يساعدني في مهمتي. أبي الكل يحافظ على الموية. هذه الروح الحماسية اللي نحتاجها. اليوم بيكون عندنا حكم جديد المباراة اللي هو صديقي حريص. حريص، وين رحت؟ حريص، حريص، وين رحت وخليتني؟ حلو نتوضى، ليش قفلت الموية؟ يمديك تتوضى من دون ما تسرف بالموية، لأن واجبنا نحافظ عليها. كيف؟ بس قفل حنفية الموية كل ما غسلت عضو من أعضاء جسمك، وبالتالي راح تقل نسبة الاستهلاك. صح عليك. أتذكر أن درسنا في حصة الدين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضى بالمد، هو أقل من اللتر. حريص، حريص، حريص. ها، لقيت الحكم حقك؟ حريص، قوم. وصار، ما كان قصدي أذيه. البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.